بالتأكيد أي شخص منا إذا امتلك ثروة سيفكر أين ستذهب هذه الثروة والممتلكات الباهظة بعد الرحيل. هذا كله أمر طبيعي، ولكن في بعض الحالات كانت هناك وصايا غريبة جدا يقف أشخاص أمامها متسائلا، هل هذا طبيعي أم ماذا؟ أهلا بكم اليوم في قناة جوابك. اليوم سنتكلم عن أغرب 8 وصايا في العالم. وصية الكلب الثري. بالرغم من أن هناك حالات بالفعل في العالم يترك فيها صاحب الوصية جزءا من أمواله لحيواناته الأليفة، ألا أن هذا لا يقارن بما فعلته هيلمسلي. ليونا هيلمسلي والتي كانت تملك سلسلة فنادق هيلمسلي الشهيرة تركت لكلبها المدلل في الوصية الخاصة بها 12 مليون دولار، وبالفعل كل هذه الثروة انتقلت لخدمة الكلب ورعايته، إلى أن مات الكلب وعادت باقي الأموال إلى مؤسسة هيلمسلي الخيرية. وصية كاره النساء. المحامي الأمريكي تي إن زينغ الذي توفي عام 1930 يمتلك كرها شديدا للنساء، مما جعله يترك مبلغ 35 ألف دولار في وديعة تصل لمدة 75 سنة. من المفترض أن يزيد المال في هذه الفترة إلى أن يصل 3 مليون دولار، وهذا يكفي ليفعل ما يريده، وهو إنشاء مكتبة بعنوان بلا نساء. وذكر تي إن زينغ في وصيته عدة شروط خاصة بهذه المكتبة، وهي لا يتم إدراج أي كتب من تأليف النساء، وعدم السماح للنساء بدخول المكتبة أو العمل بها. وصية عاشق الزوجة. هذه الوصية تختلف تماما مع التي قبلها، وهي وصية ممثل الكوميديا الأمريكي جاك بيني مع زوجته التي عاش معها مدة تصل إلى 48 عام قبل وفاته بمرض السرطان عام 1974. قرر أن يترك في وصيته شيئا يسعد زوجته ويشعرها دائما بأنه بجانبها، فقرر أن يترك في وصيته توجيهات لبائع الزهور، وهو أن يقوم بتوصيل وردة حمراء لبيت ماري كل يوم، وذلك لبقية حياتها. وبالفعل كل يوم كانت تستلم هذه الوردة الحمراء الجميلة إلى أن توفت بعد 9 سنوات من وفاة زوجها. وصية المعركة. صانع القبعات الأمريكي سلمون سامبرون الذي توفي عام 1871 ترك في وصيته بأن يترك جسمه للبحث العلمي، لكن طلب أن جلده يستخدم في صنع طبلتين، وطلب أن الطبلتين تعطى لأحد أصدقائه الذي كان يعمل عازفا محلي، بشرط أن يذهب لمدينة بينكهو كل عام في ذكرى المعركة الشهيرة التي حصلت هناك عام 1775 ويعزف على الطبول ويحتفل. وصية الهالوين. توفي هاري هوندي الذي كان معروفا بأنه أشهر ساحر في التاريخ في عيد الهالوين عام 1926، وفي آخر حياته كان مهووسا جدا بفكر الحياة بعد الموت، وكان عنده اعتقاد راسخ وشبه يقيني أنه سيرجع للحياة بعد الموت، مما جعله يترك لزوجته وصية عبارة عن 10 كلمات عشوائية، وكتب في الوصية أنها لابد أن تعقد جلسة تحضير أرواح كل عيد هالوين بعد وفاته، وأنه سيتواصل معها من خلال هذه الكلمات. وبالفعل كانت زوجته تعقد هذه الجلسات كل سنة في عيد الهالوين. وصية الابن الخفي. الناشر الصحفي المشهور ويليام هارست صاحب سلسلة الصحف الأشهر شعبية في أمريكا كتب في وصيته أن يتم تقسيم ثروته الضخمة التي تبلغ 60 مليون دولار على 3 صناديق ائتمانية، وهذه الصناديق كانت موزعة على أولاده وأرملته ومؤسسة هارست الخيرية، ولكن ترك بند غريبا جدا في وصيته، وهو أنه تارك مبلغ 1 دولار لأي شخص يمكن أن يثبت أنه ابنه أو ابنته. وصيته عندما أعود. جون بومان كان يؤمن تماما بنظرية تناسخ الأرواح، وكان يعتقد جدا بها لدرجة أن بنى وصيته كلها عليها. توفي عام 1891، وقبلها كان متأكدا من أنه سيقابل عائلته المكونة من زوجته وبناته الاثنين، لذلك ترك 50 ألف دولار لصيانة البيت الخاص به، وشدد على الخادم أن يستمر كل يوم في طهي الطعام تحسبا لقدومه في أي وقت. وصية انتقام مدخن. سامويل براد كان يحب التدخين كثيرا، لكن زوجته أجبرته على ترك التدخين، ومن هذا الوقت لم يغفر هذا الفعل لزوجته إطلاقا، واعتبر فعلتها هذا ظلما له، فترك في وصيته قبل وفاته عام 1960 مبلغا كبيرا يصل إلى 330 ألف دولار لزوجته، لكن بشرط واحد غريب ومضحك، وفي نفس الوقت
هو أن تلقي الزوجة ثروته محكوما بشرط واحد فقط، وهي أن تقوم بتدخين 5 سجائر كل يوم لبقية حياتها. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة وتشارك في مناقشة الحلقة بأغرب وصية في الحلقة بالنسبة لك. We'll be right back.